الميدانية، مواقع ديال التلقيح كذلك. حنا الاولين ما يمكنناش نقولوا للناس توزعنا عبر المغرب. واولا حنا كالاولين خصنا نعطيو المثال. اذا حنا راحنا تلقحنا والحمد لله كانت الصحافه اللي ورات كل خطره شحال تلقحنا من خطره بحالنا بحال كاع الناس. شنو هما اللقاحات اللي درنا؟ اللقاحات الاولين، اللقاح اللي من بعد. احنا مثلا انا درت في الاول سينوفارم، واللقاح الثالث كان فايزر. وكذلك الواحد بحال كاع بزاف ديال المواطنات والمواطنين، فمرضنا بكورونا وتبعنا في الاول البروتوكول العلاجي ودرنا التحاليل اللي خصنا نديرو. والحمد لله حيت كل واحد شنو هي من غير الدواء من غير هذاك شنو هي المناعه ديالو. دونك الحمد لله فاش دوز الامور بخير وما كاين حتى شي مشكل، فالواحد تيقول الحمد لله. لحقاش لنا كما قلت لك اصدقاء اللي بحال حنا صديق حميم اللي شناه واللي توفى هو البروفيسور تريسي من ما بين الاصدقاء الاخرين، ولكن هذا اللي كانت مثلا انا معاه واحد العلاقه. اذا تيبقى فيك الحال وتتبقى مخلوع وتتقول الا كان شي حاجه اللي غادي تحميني راه خصني نديرها، وديك الساعه اللي تيحمي ما كاينش شي حاجه من غير اللقاح هو اللي تيحمي. المشكل اللي كان هو انه اللقاح تتعرفوا بانه عنده واحد الكلفه، وكانوا بزاف ديال الدول ما يمكن ما تمكنوش منه. وكذلك تتعرفوا بانه كلفه كذلك ديال الادويه وكلفه ديال لي ماسك. نعرفوا باننا حنا تم المعاونه مثلا بالنسبه لتونس، راه درنا مستشفى ميداني. اذا كانت واحد المعاونه كما فاش تكون شي مشكله، نهار كان المشكل في لبنان كان مستشفى ميداني. اذا المغرب فضل التعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله عندنا هذا البعد، وخصوصا بعد افريقي وما بين الشراكه جنوب جنوب، وبيناها في هذا قبل وحتى في هذا الوقيته حتى بالنسبه للادويه. بالنسبه للبروتوكول العلاجي فتنقول لك كاينين جوج ديال اللجان، كاينه اللجنه ديال الكوفيد اللي انا ما فيهاش، واللجنه ديال اللقاح. فبالنسبه للجنة ديال الكوفيد هي كانت تجتمع بطريقه منتظمه، وانهم تيجيبوا شنو هما التجارب العلميه وشنو هما المعلومات العلميه الدقيقه، ومن ثم اتفقوا على البروتوكول العلاجي اللي صدرته وزاره الصحه. هذه هي بالنسبه للقاح اللي فيه انا عضو واللي تنعاود تيتراسوا البروفيسور مهيطار العلوي. فهذه اللجنه هذه كل ما كانش التدخل الشخصي ديال صاحب الجلاله نصره الله وايده ما يمكنناش نكون عندنا اللقاح في ذاك الوقت. كيف لا التدخل لا الدور ديالنا حنا هو كان التجارب، راهم كانوا التجارب السريريه متبعينهم وزاره الصحه، وحنا حتى حنا اللجنه متبعاهم وكل شيء داز مزيان وجابوا النتائج وداك الشيء. ولكن بالاقتناء فهذا كان خصنا نعترفوا به تدخل الشخصي ديال صاحب الجلاله عاد من بعد الوزاره وهذا. اذا فهذاك الشيء علاش تنقول لك الله سبحانه وتعالى نعم على بلادنا المملكه المغربيه انه عندنا ملك اللي كما تيسهر على الصحه ديال الاسره الصغيره ديالو تيسهر على الصحه ديال الاسره الكبيره. وهذه نعمه نعمانينا بها الله، وتنتمناو طول العمر صاحب الجلاله نصره الله واياه.